فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: عندنا في بريطانيا مؤسسات خيرية. يقول: عندنا في بريطانيا مؤسسات خيرية أسسها الكفار، وهي تجمع تبرعات لأجل البحث العلمي في الطب. سؤاله: هل يجوز لي أنا المسلم أن أدعمهم بمالي لهذا المقصد؟ هذا مباح، من الدعم على أمر مباح وفيه نفع لا بأس. نعم.